بعد إعلان يعني قائد شرطة بغداد أنه لن يمر يوم في بغداد دون أن يتم فقدان أطفال من كلا الجنسين، يعني أين دور العائلة هنا؟ يعني ألا تتحمل الجزء الأكبر من مسألة اختطاف أطفالهم على اعتبار أنهم مسؤولون عن المراقبة والحماية والمتابعة والمحاسبة؟ ولكن قبل أن تجيب على هذا السؤال، أنت قلت كلمة سايكوبوتية، يعني هل لك أن توضح لنا معنى هذه الكلمة؟ نعم، يعني الشخص اللي يخطف الطفل هذه الشخصية السايكوباتية، وهي شخصية لا تعير أي اهتمام للقوانين. يعني حتى لو كان هنا هو شخص يعني مضطرب نفسيا، فبالتالي هذا يعني احنا من نجيبه ونوضعه داخل الحبس والسجن، هو يحتاج بالبداية الى تأهيل نفسي ودراسة نفسية قبل ان توضع عليه العقوبة، حتى نقدر انه نأخذ من عنده معلومات اكثر. نعم، طبعا الإحصائية اللي يعني حكيت عنها أنه 450 طفل، هذه إحصائية يمكن قليلة، ما خفية كان أعظم. يعني بدأت العوائل اللي ينخطف عندهم طفل ما تظهر للإعلام، خوفا من يعني تتكتم عليه، خشية من التهديد والخطف مرة أخرى.